الإجماع الأوروبي على مواصلة تمويل مشتريات أوكرانيا العسكرية كان يسيرا في نقاشات وزراء الخارجية مقارنة مع الصعوبات التي تواجهها منذ أسبوعين اقتراحات وقف استيراد النفط من روسيا. المجر تتصدر معارضة الاقتراح لأسباب مصالحها الحيوية. بعض الدول الأعضاء تواجه صعوبات لأنها شديدة الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا ولأنها لا تمتلك موانئ لاستقبال ناقلات النفط، فهي مرتبطة كليا تقريبا بأنابيب النفط من روسيا، ونبذل كل ما في وسعنا لإخراج المباحثات من المأزق. حرب أوكرانيا أدت حسب تقرير المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، وتقود إلى تراجع النمو في السوق الأوروبية وإلى استفحال أزمة الأمن الغذائي خارجها هذين العامين. الحرب ضاعفت عناصر التوتر في السوق خاصة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولى وإضراب سلاسل الإمداد واشتداد الحاجة الحيوية في قطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية. الدول الأوروبية تحمل روسيا مسؤولية توقف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا إلى الأسواق العالمية. الوزراء بحثوا بدائل تصدير منتجات أوكرانيا برا إلى موانئ رومانيا ومنها إلى الأسواق الخارجية. تمكننا إلى الآن من تصدير 120 ألف طن من الحبوب من أوكرانيا إلى ميناء كوستانسا في رومانيا ومنها إلى الأسواق العالمية. من المهم العمل على احتواء أزمة الأمن الغذائي حيث تلوح في أفق دول عدة. مباحثات حرب أوكرانيا تتواصل على مستوى وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل في حضور أمين عام حلف الناتو ومشاركة وزير الدفاع الأوكراني. دول الاتحاد الأوروبي ومن دون انتظار نتائج الحرب تواجه الآن أسئلة ملحة تتصل بطلب أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا الحصول على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، هذا إضافة طبعا لطلبات دول البلقان، طلبات تقسم صفوف الدول الأعضاء لأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي القائمة اليوم لا تستطيع استيعاب دول تمزقها النزاعات. نور الدين، الفريد، العربية، بروكسل.